قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. بدأت أشعر بالملل. هل تريدين أن نلعب لعبة جديدة؟ لعبنا الكثير من الألعاب ولم يأتي جدي بعد. ترى ما هي المفاجأة التي أخبرنا أنه سيحضرها؟ هذه لعبة جيدة، تعال نخمن. أتوقع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا أحضرت يا جدي؟ أحضرت مخلوقاً رائعاً وهو موجود في المزرعة الآن. خمنوا ما هو. دجاجة؟ عنزة؟ لا لا. أوه، طاووس. يا إلهي، ما أجمله. انظري إلى ألوان ريشه الجميلة. انظروا في عظمة الله القدير خالق هذا الكائن الجميل، كم هو جميل ومتناسق في جسمه وريشه الرائع ذي الألوان المبهرة. انظري يا نورة، سينفش ريش ذيله الآن. يا إلهي، ما أجمله. سبحان الله، تأملنا في خلق هذا الطاووس يرشدنا لدقة وجمال صنع الله في مخلوقاته. كأني سمعت هذا الكلام من قبل. نعم نعم نعم، عندما ذهبت معي إلى حديقة الحيوان رأينا هناك الغزال بجسمه الرشيق والحمار الوحشي بخطوطه المميزة التي لا يتشابه فيها اثنان من الحمير الوحشية أبداً، والزرافة طويلة العنق والتي رغم طول عنقها إلا أن عدد فقراتها كعدد فقرات كل أعماق الثدييات. سبحان الله، لكل حيوان جماله الخاص. وهل تعرفان أيضا أن الطواويس ليست نوعا واحدا؟ هناك أكثر من 20 نوعا، ولكل نوع جمال يميزه عن غيره. لقد أحببت هذا الطاووس جداً، كما أحببت كل المخلوقات التي تدل على عظمة صنع الله، وسوف أراقبها مثلك يا جدي لأتعلم منها. هذا يا حفيدتي ما يسمى بالتأمل، وهو أن نتأمل في مخلوقات الله حولنا لندرك عظمة الله جل وعلا. ولكن ماذا سنسميه يا جدي؟ طاووس.